بيسعدني يكون معايا ثلاثة من اللاعبين المصريين اللي سافروا بيلعبوا خارج مصر. أكيد حابين نعرف كل واحد فيهم بيلعب فين وإيه ظروف مرواح، وهل راح بالبلدي كده هربان من النادي بتاعه ولا بموافقة النادي بتاعه. نتعرف أكيد. أبدأ بأحمد حمدي، محترف حاليا في نادي برو فرشالي اللي بيلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي. مساء الأنوار يا أحمد. مساء الأنوار كابتن مدحت، وعلى كل المشاهدين مساء الأنوار كلهم يعني. يا رب يخليك. وكان بيلعب قبل كده في اتحاد سكندري احنا عارفين طبعا. حسن الشامي، لاعب سموحة وادي دجلة السابق، محترف في نادي تيرن أوت البلجيكي. مساء الأنوار يا حسن. مساء الأنوار كابتن مدحت. يا أهلا وسهلا. وأخيرا محمد أسعد، ده لاعب حرس الحدود السابق، محترف حاليا في نادي النصر العماني. مساء النور يا محمد. مساء النور يا كابتن. اهلا وسهلا. قبل ما ابدا معاكم خليني امسي على سياده الوزير المحترم العمري فاروق. طيب نيجي لك انت بقى يا حسن. انت كنت من لعبت في سموحه في وادي دجله. لعبت سموحه في الدوري الممتاز برضو؟ صعدت معاهم السكند ديفيجن ولعبت معاهم في الدوري الممتاز موسم واحد. ولعبت موسم واحد. انتقلت من دجله دجله، مشيت من سموحه رحت دجله مقابل مليون جنيه لنادي وادي النادي سموحه. لنادي سموحه. ودجله كان مين مدربك هناك؟ كان انا اتمرنت مع ناس كتير جدا، كابتن محسن صالح، مستر نوفو. في دجله؟ في سموحه. لا بتكلم على دجله. دجله اتمرنت مع مستر والتر ميس. واتمرنت مع كابتن هشام زكريا. قول لي الاول الصوره دي تبعك. ده طبعا ده في الاحتفال بتاع اخر مباراه اللي احنا قعدنا فيها في الدوري اللي هو نادي تيرن اوت. نادي تيرن اوت. بس انا في نقطه عايز اتكلم قبل ما اتكلم عن فرقتنا وعن التجربه بتاعتنا اللي احنا خدناها في تيرن اوت في بلجيكا. طبعا احنا كنا جايين مبسوطين جدا ان احنا هنبقى موجودين مع حضرتك، بس الفيديو اللي احنا شفناه الاخير بتاع الشهيد الملازم محمد ده عايز بس اوصل المسج لوالدته اللي قالت انا بديه هديه لربنا سبحانه وتعالى. يعني قليل جدا لما تلاقي حد بيموت له ابنه وتلاقيه ربنا رزقه الصبر ده في قمة حزنها وفي قمة ألمها بتقول أنا بهديه ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش مش هنقولها ربنا بيدي الإنسان الصبر. طبعا مش هنقولها يعني ما فيش كلام أجمل من كرم ربنا سبحانه وتعالى. مهما نقولها كلام عمر ما الكلام اللي هنقوله لها هيصبرها أكتر من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فيا رب ربنا يتقبل منها الهدية اللي هي وهدية غالية جدا، أغلى هدية. بل أحيانا عند ربهم يرزقون وفي آية تانية ولكن لا تشعرون، يعني في نفس آية كده وآية كده. أخذت جزء من هنا عشان لازم نبقى مرتبطين. ربنا يا رب يتقبل الهدية دي. ويا رب يا رب البلد الدنيا تهدى شوية، لأن في ناس كتير قوي بتروح في الرجلين، والناس دي اللي بتخاف على البلد، والناس صحيح. دي اللي بتدافع عن البلد، والناس صحيح. دي اللي شايله هم البلد. احنا كلنا بننام محدش شاغل باله غير ببيته وبنفسه، لكن الناس دي هم اللي في الشوارع، هم اللي بيحمونا، هم اللي بيأمنونا. فالناس دي مش كلهم هنخسر واحد واثنين وعشرة وده يتخطف النهارده وفي الاخر بعد ده كله مفيش حد بيدور على الناس دي. لازم يعني حضرتك كل مره في البرنامج بتاع حضرتك بتوصل مسج، لكن هتفضل حضرتك توصل مسج والناس ما بتاخدش موقف والناس ما فيش قرار. ده للاسف ده يبقى سوري في اللفظ ده يبقى غباء، ده يعني قمه الغباء ان يبقى انا كل يوم بقول لك خلي بالك وبيحصل كذا وبيحصل كذا والناس دي قيمه كبيره جدا، وفي الاخر محدش بيدور على الناس دي. من جيش اتخطف ناس من العساكر جيش وبعد كده رجعوا، النهارده في امين شرطه وضابط والعساكر مخطوفين والشهيد كلهم بيقعوا مننا شهيد. هم دول الشهداء اللي اتقال عليهم طبعا شهد. هم دول الشهداء اللي دول احنا الشهداء اللي هم 100% تعظيم سلام ونحترمهم اللي معاهم الصك 100% ونقدرهم ونقول ده شهيد، مش اي حد هيموت دلوقتي نقول عليه شهيد. لا هم دول الشهداء لان ده شايل هم بلد كامله. فده بس انا كنت عايز اوصل مسج للام دي والام دي على راسنا وربنا طبعاً. يتقبل الهديه بتاعتها طبعا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كان ليها تبع لحضرتك طبعا. قلت وانا اسف طبعا انت اخونا الكبير وابونا، لكن احنا في التجربه اللي احنا خدناها هناك الصحف البلجيكيه كلها اتكلمت على فريق تيرن اوت، اللعيبه المصريه والجهاز الفني بقياده كابتن هشام زكريا اتكلمت علينا بشكل كبير جدا، ارضى غرورنا في الاخر في بلجيكا. في بلجيكا اتكلموا علينا، كان التركيز مش على انديه الدوري الممتاز في بلجيكا، التركيز مع ان احنا كنا بنلعب درجه ثالثه، لكن رحنا في ظروف النادي اللي كنا بنلعب فيه ترتيبه الاخير وفرق بيننا وبين اللي فوقينا 19 نقطه. فالمهمه شبه مستحيل. ورحنا بلجيكا على اساس ان احنا رايحين معسكر من فتره اعداد من وادي دجله. من وادي دجله كام لاعب بقى رحتوا يا حاج؟ كنا في البدايه 17 لعيب. 17 لعيب الفرقه كلها، وفي ناس راحت اعاره للإيرز وفي ناس كملت
مع كابتن هشام باختيارات الكابتن هشام. طبعا انا بشكر طبعا مستر ماجد سامي. احنا لما مستر علام اخذ ثلاث لعيبه معاه في نادي هال سيتي كل الناس عملت له تعظيم سلام وشكرته ان هو بيفتح مجال اللعيبه المصريه صحيح. في اوروبا. لكن لما رئيس نادي يفكر في اكتر من 25 لعيب مصري وياخدهم بلجيكا رغم ان هناك عنصريه غريبه، بس هو النادي ملكه بتاعه، النادي ملكه اوكي مفيش مشكله، لكن لما يبقى حضرتك ليك شغل في بلجيكا وان انت تجيب لعيبه مصريه طبعًا. وبعد ما تجيب لعيبه مصريه تاثر على شغلك هناك وتاثر على علاقاتك هناك. لا وبلجيكا كمان فيها عنصريه شويه، عنصريه غريبه، عنصريه غريبه، لكن برضو احقاق الحق لازم ندي الناس دي حقها برضو. يعني هم في البدايه كانوا بلجيكا واليونان اللي البلدين دول فظاع. كان الامور في البدايه صعبه جدا. خدنا كان عندنا 12 مباراه في الدور الثالث. هناك الدوري نظامه غريب، دور اول دور ثاني دور ثالث، بياخدوا الاول على طول بيصعد دايركت، وبياخدوا الاول من كل دور يلعب بلاي اوفس على الصعود. اوكي احنا كنا ترتيبنا الاخير بخمس نقط بس، الفرق اللي احنا رحناه خمس نقط. طبعا لما رحنا كملنا هناك الناس في النادي ورئيس النادي عاملونا بشكل باحترام وعاملونا كاننا رايحين بيتنا، لكن الجمهور ما كانش متقبل الموقف الاول. خدنا اول مباراتين تعادلنا في ملعبنا وخسرنا بره ملعبنا. فالدنيا اتقلبت علينا. جينا الماتش اللي هو الثالث في ملعبنا جايبين نعش وحاطين علم مصر فيه ومستنيين ان انت تخسر المباراه دي عشان يبداوا ده الجمهور. الجمهور وطبعا كان الموضوع صعب جدا، نعش وحاطين عليه علم مصر ان هم يعني رحمه الله على الفرقه بعد ما واللي المصريين هم اللي ضيعوه. ربنا سبحانه وتعالى وصل لنا كذا، يعني حصلنا حاجات غريبه جدا في الرحله دي تثبت ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو انت عندك ظن بالله عندك يقين في الله مهما كانت الامور صعبه انت بس الوضع بقى اختلف في الاحتفال بتاعهم. قول لي طب ده ماتش ايه بقى ولا ايه؟ دي مباراه اعتقد مباراه خيل، فرقه كانت بتنافس على احنا كنا اول وهم اول في الدور ده في الماتشات، لان الدور الثالث بيعتبر تجربه لوحده خالص. دي مش فرقتك، دي فرقتك. لا فرقتنا احنا ترن اوت، معانا مستر ماجد كان بعد الماتش ما خلص كسبنا الماتش ده 3-1 في اخر خمس دقائق جبنا 3 اجوال. وهنا انتوا لابسين اصفر؟ احنا لابسين بقى التيشيرت اللي مكتوب عليه ادخلوها بسلام الامنين. التيشيرت ده اصلا ما كناش بنلعب بيه، كنا بنلعب بيه في الدوري المصري ومكتوب عليه 74 شهيد. فهناك كان مستر ماجد كل هدفه يوصل للناس في اوروبا قد ايه. بس هنا الجماهير بتحييكوا يا الجماهير بقى يا كابتن. انا بقول لحضرتك احنا في اول بعد ما كسبنا الماتش ده تاني ماتش ما فيش برضه دعم، كسبنا تاني ماتش بره، كسبنا خمس مرات ورا بعض. الجمهور اتحول بعد ما كانوا عنصريين وضدنا. الجمهور بدا يسقف. انا عايز اوصل لك المسج اللي عندهم ان هو كان حتى العنصريه بتاعتهم كانت في الـ في الـ في, الـ في الملعب بس. لكن بره الملعب بيقابلك بيحترمك بيعاملك كويس، ما فيش اي حاجه بره الملعب. فبعد ما ظهر الانتاج بتاعك وبدانا مشينا بشكل كويس، كسبنا خمس مباريات ورا بعض، بدا الجمهور ده يطلع ورانا في كل المباريات، بدا يسقفوا لنا. في المباراه النهائيه الحاجه اللي انا عن نفسي في قمه السعاده بيها، المباراه النهائيه لما اخر ماتش ده يعني متوقف ان احنا نكسب والفرقتين التانيين اللي معانا يخسروا، هم خسروا واحنا كسبنا، وفي ثلاث فرق، يعني بقول لك كان فرق 19 نقطه بيننا وبين قبل الاخير بقى في ثلاث فرق تحتنا. ثلاث فرق تحتي وقعدنا في الدوري هناك وكنا هنصعد درجه تانية بفرق نقطه واحده عن الفريق الاول. لكن الحاجه اللي كنت عايز اوضحها ان راجل بلجيكي، قول لي الاول ده ماتش ايه بقى؟ ده مش فاكر برضه. ولما تيجي الكوره في رجلك قول لي. طيب مش واضح هنا. طب انتوا الازرق احنا الاحمر، احنا بنلعب احمر وازرق، فده ماتش بره ملعبنا. انتوا الاحمر. انا واقف هناك جنب ال انت اللي على شمالك حاجه في وسطك محمد عبد الواحد اللي هيجيب الجول ده عبد الواحد. اوكي تعادلنا 1-1 كسبنا 3-1 الماتش ده برضو. انت بتلعب وسط انت اللي نازل انت بتلعب وسط الملعب. انا باك ليفت وبس. كابتن هشام طبعا لعبني هناك سيرد باك ولعبني ديفندر ولعبني باك رايت لعبني كذا حاجه لعبني في كذا مكان. انا مش عايز اتكلم عن نفسي في التجربه دي. انا عايز اتكلم عن ال 14 لعيب اللي انا المفروض ابقى النهارده بتكلم عنهم او بديل عنهم ان انا اوصل للناس قد ايه اللعيبه دي تعبت هناك وقد احنا واجهنا مواقف صعبه جدا هناك. بشكر مستر ماجد زي ما قلت لحضرتك على التجربه وان هو يثق فينا. بشكر الكابتن هشام اللي هو انا لسه كنت بتكلم مع حضرتك قبل ما ندخل ان هو مش واخد حقه اعلاميا في مصر. الراجل ده صعد بدجله اربع سنين من درجه رابعه لدرجه لدوري ممتاز، هو اللي بيصعد بيهم في اربع سنين متتاليه ويخوض تجربه زي دي شبه مستحيله وينجح ويحقق النجاح ده، فلازم نشكره ولازم. فرقتكم حلوه الاحمر دي؟ لا فرقه محترمه قدمت كوره لدرجه ده جون ده برضه. ده ناشئ، ده ناشئ مصري، كل الفرقه مصري مفيش الا ثلاث لعيبه بس معانا. واللي جاب الجون ده مين؟ ده احمد ياسر. عنده حوالي 7 أهداف أو 8 أهداف هناك ما شاء الله، كان ماشي بشكل كويس جدا، حاطط جون حلو. في يوسف ده برضه من دجله. كل ده دجله، كل ده لعيبه دجله. اوكي يعني كل دول لعيبه دجله. في اثنين ثلاثه محترفين، في احمد فوزي المصري وبعد كده وادي دجله وبعد كده تر
تيرن اوت. عملنا مباراه كنا بنكسب بالخمسه. قول لي يا حسن، مستمتع في بلجيكا؟ طبعا. بجد؟ طبعا. انت في مدينه ايه؟ احنا كنا في تيرن اوت. مين اللي جاب الجول ده الاول؟ ده احمد ياسر جاب جولين في الماتش. جاب جولين. اللعيبه برضو اللي في لعيبه يعني للاسف، ان احنا في اي لعيب محترف المفروض الدوري هنا في المفروض يتابعوه هناك. لان في لعيبه كتير جدا، لعيبه اصلا لعبت دوري ممتاز ولعبت منتخبات زي محمد عبد الواحد وعمر صبري وعمر عادل مصطفى طلعت. حتى في القسم الثالث يا حسن شاف انه كابتن هناك جمهور يا كابتن كتير جدا. واتفرج لو انت الكادر جه على الجمهور هتلاقي جمهور بيتابع المباراه. هم عندهم لحد درجه 7، درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه. لحد درجة سبعة. 16 درجة في إيطاليا. 16 درجة. واهتمام غير طبيعي. وجاب جون ده مصري برضو؟ لا، ده لعيب بيلعب في منتخب أستونيا. البلد اللي انت فيها اسمها تيرن اوت. البلد تيرن دي مدينه صغيره؟ لا، مدينه كبيره. مدينه كبيره جنب لير، جنب لير على طول بنص ساعه. جنب بروكسلز بنص ساعه برضو. اوكي. حاجه جميله والله يا حسن. التجربه مكمل معاهم؟ انا خلاص، انا كنت ماضي من ماشي من سموحه، رحت موسمين دجله. عقدي انتهى خلاص، الاعاره بتاعتي انتهت. لكن مستر ماجد كلموني ان انا اكمل معاهم في اكمل الموسم الجاي. بس أوكي. انا برضو طبعا انا جالي عروض هنا في مصر، في احد الانديه الكبيره جدا في مصر قعدوا معايا واتكلموا. بتقول نادي ايه؟ لا، ما ينفعش اتكلم دلوقتي. هو كبير قوي، اهلي يا زمالك. فاحنا مش اكبر من دول. احنا ما اتفقناش على المقابل المادي شويه، لكن دخل في انديه تانية دخلت جدا. ودخلت بشكل جدي، وان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع الجاي هتحسم ان شاء الله. احسمها لان انا مستني. يا هتمضي في الزمالك يا هتستنى في ترن. انا مستني. انا اقول لحضرتك على حاجه برضه. انا نادي دجله، انا خدت التجربه مع نادي سموحه ومع المهندس فرج عامر. بشكرهم جدا على الفتره اللي انا قضيتها. انا قعدت 5 سنين في سموحه. بشكرهم جدا على الفتره اللي قضيتها معاهم، سواء في الدرجه الثانيه او في الدوري الممتاز. وبتمنى لهم هم يوصلوا للترتيب الثاني ويلعبوا بطوله افريقيا. نادي دجله انا بقولها، انا خلاص تعتبر علاقتي انتهت بالنادي. وممكن بشكل كبير جدا ما كملش في النادي، لكن عايز ما كملش في تيرن اوت. لسه ما قررتش. بس انا قصدي على وادي دجله نفسه، ان النادي ده اكتر نادي في مصر بيطبق الاحتراف. ده انا معاك. حصل معاك. انا بقولها قلتها قبل كده في برامج ثانيه، لكن انا هنا في برنامج حضرتك. فانا بشكر بقول النادي ده احسن نادي في مصر بيطبق الاحتراف. جميل. الفتره الجايه بعد المباراه اللي جايه ان شاء الله هحدد ان شاء الله وجهتي. استخرت ربنا. نتمنى لك كل توفيق يا ابو علي. اتمنى لك كل توفيق. شكرا لك. احنا سعداء جدا بوجود مع قيمه إعلامية كبيرة زي حضرتك. الله يخليك يا حسن. شرف لينا يعني. وعايزين برضو نشكر الأستاذ خالد طلعت، لأنه كان متابعنا لحظة بلحظة. دي حقيقة. يعني أنا عايز أشكره بجد، لأن الراجل ده من أول يوم لحد آخر يوم، وكتب عننا في البداية بشكل مش كويس، لأن إحنا كنا ماشيين في البداية زي ما قلت لحضرتك مش كويس. فالراجل ده عايزين نديله حقه، وبنشكره وبنشكر حضرتك إن أنت جبنا النهاردة. شكرا يا حبيبي أحمد.